العدالة الانتقالية عهدتها موجودة في النص هذا. شو يلزمها تعمل مكتوب؟ عندها حسب التقريب 5 حاجات يلزمها تعملها. يلزمها تكشف الحقيقة عبر مهمة اسمها البحث والتقصي في ماضي انتهاكات حقوق الإنسان من 55 حتى 2013. عندها مهمة أخرى اسمها جبر الضرر ورد الاعتبار. عندها مهمة أخرى اسمها إصلاح المؤسسات والفرز الوظيفي. عندها مهمة أخرى اسمها حفظ الذاكرة و يعني إجراءات متاع حفظ الذاكرة الوطني. باش توصل تحقق هذا الكل منين تنطلق؟ تنطلق من الشكاوي اللي الضحايا أودعوها للهيئة. كان عندنا أجل في الفترة الأولى إلى حدود سنة ونصف، يعني من 15 ديسمبر 2014 إلى 15 جوان 2016. الفترة هذه كانت تسجيل الشكاوي. بالطبع قد ما تتسجل الشكاوي احنا نبداو في الإجراءات، مش نقعدوا سنة حتى يكملوا باش نبداو، بدينا فيهم. باش كيف نبداو واش نعملوا؟ أول حاجة نعملوها سماعات للضحايا، نعملوا جلسة استماع سرية وما هيش علنية. الجلسات الاستماع السرية اليوم الهيئة فاتت 21,000 جلسة استماع سرية. 21,000، ما عرفش كنت تتصور وش معناها. يعني كل معناها ضحية اللي سجل نسمعوه الوقت اللي يتطلب السماع، والسماع راهو ماهيش نص ساعة. كل شيء مسجل بالطبع، مسجلين سمعي بصري بالطبع بموافقة الضحية. كي ما توافقش الضحية احنا ما نسجلوش، لكن اغلبهم يقبلوا شيء سجلوا للتوثيق للتاريخ. الجلسات الاستماع تدوم من ساعتين إلى عشرات الساعات. عشرات الساعات، مش الحالات الكل، الأغلبية يدوروا حول 4 سوايع المعدل، يعني معدل. لكن أنت كي تضربهم هذوما في 21,000 جلسة استماع في تونس وفي الجهات، خاطر عندنا مكاتب جهوية من جهة، وعندنا أيضا ضحايا اللي هما ما يقدروش لأنهم كبروا أو مرضى، نمشي نقول لهم احنا نسميها وحدة متنقلة مع فريق استماع ويجيوا للبيت أو لبيتها ويسجلوا السماعات هذه. دونك هالخدمة هذه الكل عملناها هي سرية ما يروهاش الناس.